السلام عليكم، مرحبا بكم في قصة جديدة من قصص ديالنا. كيف العادة ما تنساوش لايك وسبسكرايب وتشاركوها مع صحابكم. شتو شي يكون خاوي، ديروا الكيت وطفوا الضو. مشينا. كيف ما كنا عارفين، الجن بحالو بحال بنادم، حتى هو فيه المزيان وفيه الخايب. كاين بزاف الانواع، كاين اللي كيبغي يادي، كاين اللي كيبغي يعاون، كاين اللي كيبغي يوريك شي طريق، كاين اللي كيعشق. ولكن شنو غتكون النتيجه الا كان صراع ما بين جوج انواع من هاد الجن؟ هادشي اللي طرا لي اخويا انا شخصيا. ولكن قبل غنعاود القصه ديال واحد الراجل من العائله. انا ما عرفتش اخويا واش الجن كيتورث كيف ما كيقولوا، ولكن على حساب التجربة ديالي فهو كيتورث، ولكن ماشي بالضرورة يورث ولدك ولا شي حد قريب ليك. المهم انها تكون صلة وقرابة الدم بينك وبينه ولو من البعيد. واحد القصة عندنا متوارثة في العائلة، كلشي كيدوي فيها. ما تلقاش شي واحد في عائلتنا ما عارفهاش، ويمكن منها انا ورثت هادشي. اليوم ومن مورا تفكير وتشاور مع الناس ديال العائلة، قررت حتى انا نفتح قلبي ونعاود قصصي. هاد القصة اخويا قديمة بزاف، وطرات لواحد من عائلتي، وتحديدا خو الجد ديالي. وقعت في الربعينات، ما عاقلينش على العام بالضبط، كل واحد كيقول لك عام بلا ما نذكر المنطقة. المهم في نواحي الغرب وصافي. المهم هاد القصة غتجيكم غريبة، حتى انا النهار الاول اللي سمعتها جاتني في شكل، ولكن منين كبرت وبداو كيطراو معايا انا شي مواقف، عرفت بلي هادشي ممكن، وبلي هاد العالم كبير بزاف وما نقدروش نعرفو عليه كلشي. باختصار، هاد خو جدي واللي كان سميتو محمد، كان عايش هو وجدي مع الوالدة ديالو، حيت الوالد ديالهم كان توفى، هما اللي كانوا هازين مهم من كلشي، وكانوا نعمة التربية. خو الكبير واللي هو جدي كان مزوج ديك الساعة، ولكن كان مازال ما والدش. وهاد محمد هذا اللي هو البطل للقصة، كان كيبغي واحد البنت وباغي يتزوج بها، وهي بنت عمو. واحد المره فات حمو في الموضوع وقالها بلي انا باغي نكمل ديني وندير بحال خويا. هي فرحات وقالت لي اختار اي بنت في الدوار ومشي نخطبها عليك. وهو قال لي ما غنبعدوش بزاف، انا بغيت غير بنت عمي فلانه. تماك الام ديالو رفضات وقالت لي اي وحده من غير هذيك بنت عمك، حيت كانوا واقعين مشاكل بين العائلات على قبل الاراضي والورث. هاد محمد مسكين كان دريويش، ومن صغرو ديما حاني الراس وكيقول غير واخا، حفظ القرآن في سن صغيرة، وكان كلشي كيشهد بالأخلاق ديالو، كيبغيه الإنس وحتى الحيوان. ولكن كان كيبغي هاد بنت عمو بزاف ومتعلق بها. ومن رفضات عليه الأم ديالو حلف ليها وقرر أنه عمرو باقي يتزوج. وداكشي اللي كان، ولا منشغل غير بالخدمة ديالو. كيفاق مسكين في الصباح بكري قبل الفجر وقبل ما تطلع الشمس، ديما غادي وكيردد داك القرآن اللي حافظ، كان هو الأنيس ديالو في الطريق. كيوصل البير كيبقى يسقي الماء ويجيب لدارهم قبل ما تعمر القضية. ومني كيرجع لدارهم كيقاد البردعة والشواري فوق الحمار، كيعمر ديك القربة ديالو ديال الجلد بالماء باش يبقى بارد، وكيتحرك للسوق كيبقى يبيع الكيسان ديال المال للناس اللي كيكونوا تماك عطشاني. كانت هادي هي الحرفة ديالو، راكم عارفين السواقة والناس اللي جايين يشريو كيكونوا عطشاني ومحتاجين الماء. كان كيعمر ليهم الماء، هاللي كيعطيه ريال، هاللي كيعطيه جد ريال، هاللي كيعطيه ربعة ريال. المهم ديك الساعة راكم عارفين ديك الريال تقدر تجيب لك شحال من حاجة. كيبقى مسكين السوق كامل هو تماك كيدوز نهارو، كيتغدى نيت في السوق وكيرجع في حالاته في العشية. كان هذا هو الروتين اللي كيعيش كل نهار. داكشي ديال الزواج أثر عليه بزاف، خصوصا ملي بنت عمو جاو فيها الخطاب، ولا ديما كيتخلوا بوحدو ومبقاش كيعمر مع الناس، غير ساكت وساد عليه. كيمشي لواحد العشة ديال بواه وكيبقى غير مريح تماك. ديك العشة كانت بنية غير بالقصب على حساب ما قالوا، حيت هادشي كامل تباع وما بقاش. ديك الايام ملي غيقرب يطرى مع هادشي اللي غنعاود ليكم، غيولي يشوف ويحس بشي حوايج غريبه وهو ناعس. كان هو ناعس كيسمع شي صوت غريب حداه،
وتحديدا صوت امرأة. كانت كتبقى تقرأ واحد الآية وكترددها حتى كتضربو الفيقة. كتضربو الفيقة قالك بلي كيبدا يشم واحد الريحة زوينة ما عمرو ما شم في حالة. وكانت كتكرر مع هاد القضية بزاف المرات. بدات في الأول غير بهادشي البسيط، ومن بعد داكشي تطور ولا كيحس بحال شي توب كيتحط عليه وكيبقى غادي فوق الجسد ديالو. كيقول بلي كان كيحس بواحد الشعور زوين وما كانش كيسخى ينوض من النعاس. واحد المرة ملي غايفيق غيلقى واحد توب صغير حداه، توب ديال الحرير لونه صفر. الريحة اللي بداك توب كانت عاطية بزاف. خرج عند امو كيقول ليها راه يمكن طاح لك هذا. قالت ليه لا ماشي ديالي. وحيت امو كانت كتفهم في التواب عرفات بلي هذاك حرير اصلي، وقالت ليه ما عرفتش ولدي منين جا وما عرفاتوش منين جا. استغرب من داكشي اللي وقع، خداه من امو وقال لها صافي غنخليه عندي. خبى داك التوب بين حوايجو، وديك الريحه اللي كانت فيه لصقات في حوايجو كاملين. ما داش بزاف على هاد الواقعه. واحد المره كيف العاده وهو خارج باش يسقي الماء، ملي قرب حتى البير ويتخرج ليه واحد المراه ما عرفاش منين خرجات، حيت من البعيد ما كانتش كتبان ليه. هو تخلع ورجع باللور واستغرب. المراه كانت مغطيه وجهها وكيبانو غير عينيها، والعجيب في الامر انه دوى معاه عادي بحال شي بنادم. هو هكا كيشوف فيها وكيستغرب من انه اول مره غيلقى بنت هنايا وفي هذا الوقت. بدا كيسمع صوت دياب، داك صوت دياب كان غادي وكيجهاد. في لحظه وحده غبرات ديك المراه، ما بقاش بان ليها الاثار. بدا كيترعد كله، وداك الشيء الماء كامل اللي سقاه تخواليه، ولا طالب غير انه يرجع للدار على خير. غادي وكيقرا القران طرق كامله، تلفوا ليه الايات ودخلوا ليه الصور في بعضياته. كل ساعه كيشوف موراه كيحس بشي حاجه تابعه. ملي رجع للدار لقى الوالده ديالو نايضه تصلي الفجر وطاح لها بين يديها وهو كيترعد، والسخانه طلعت ليه. استغربت الحاله ديالو، شافته جاي بلا بيدوزات بلا ما بلا والو وهو ما موالفاش ليه. دخلته للبيت بدات كتخوي عليه الماء الريحه، كدير له السوارت في يديه. ملي توعى بدات امو كتسولو شنو وقع ليه. قال لها والو غير دخته وطحت. انت ماك غيبقى تقريبا كل نهار يشوف ديك المراه في المنام ديالو، كتجي من التما غير عينيها اللي كيبانو. كانت لابسه كلها البيض وحتى رجليها كانوا مغطيين. وقالت لي غتزوج بيا. ملي كيبدا يقرا القران ولا كيقول بسم الله الرحمن الرحيم، كانت كتقرا معاه حتى هي، وكتقول لي بلي انا جينيه مسلمه وما عندك مناش تخاف، ما باغاش نعاديك. صافي بقات كل نهار كتجي حتى ولف ديك القضيه، ولات كتبان له بصورتها الحقيقيه. كيقول بلي وجهها كان زوين بزاف، ولكن شرطات عليه باش ما يتزوجش وما يشوفش امراه اخرى، ويبقى متبع نفس الحرفه ديالو اللي هي قراب، ويبقى ديما يمشي يسقي من داك البير الماء حيت هي ساكنه فيه. صافي هو وافق وتزوجات به. الوالده ديالو عيات معاه باش يتزوج، ولكن هو والو، كان ديما رافض الفكره. حتى مات الوالده ديالو، جدي كان جا للمدينه وهو بقى ساكن بوحدو تماك. وخا ولاو عنده الفلوس ما تحولش من ديك الدار حيت هي اللي قريبه للبير. كانوا هادو هما التفاصيل اللي عاود لجدي قبل ما يموت، ولكن كان متحفظ على شي حوايج بحال مثلا العلاقات الحميميه اللي بيناتهم. حتى واحد ما عارف شنو كان كيطرى. شي كيقول لك ديك الجنيه تقفاتو وما خلاتوش يتزوج بالانس، شي كيقول لك راه حمقاتو، شي كيقول لك راه كان غير كيهلوس، وكاين اللي كيقول سحروا ليه. وعاد هادوك اللي كانوا كيقولوا راه كيخرج في الصباح بكري، تقدر تكون ضرباتو شي جنيه بصح. هو بوحدو اللي عارف السر ديال داكشي، وبقى حتى مات معاه. داز الوقت وجيت انا للدنيا. جدي توفى ملي كانت عندي 12 عام، وكنا ديما فيما كنجمعو حنا العائله كنبقاو نهضروا على هذا الموضوع. يعني من صغري وانا فاهم وعارف هاد البلان ديال الجن، وباللي كاينين وماشي غير حنا اللي كنشوفوهم، كاين ناس اخرين اللي شافوهم. انا خويا من صغري حتى انا كانوا كيوقعوا معايا شي حوايج ما مفهومينش، داكشي علاش قلت لك يمكن ورثت الجن. يدي كانوا ديما كيقولوا لي في الدار ما توريها لتا شي واحد، حيت عندي داك الخط المتصل، عندي في يدي بجوج، وعندي واحد النجمه صغيره في عيني ما كتبانش، وخصك حتى تقرب مزيان وعاد تشوفها. كانوا كيقولوا لي بلي انا زهري من عينيا ومن يدي. في دارنا القديمه كنت ديما كنشوف الدراري الصغار كيلعبوا، وسبحان الله من صغري وانا ما كنهضرش على هادشي، كيجيني عادي وما كنعاود لتا شي واحد داكشي اللي كيوقع معايا. حتى من الدار واخا كانوا كيلاحظوا بلي انا غريب ما كنت كنعاود لهم والو.
عطيني الله واحد الوقار وواحد القبول، لدرجة أن الناس الكبار كيحتارموني. تصور أخويا الأستاذ في المدرسة كيكون كيغوت على التلامذ، وملي كيوصل لجهتي كيخفض صوته وما كيقدرش يغوت. هاد القضية طرات معايا شحال من مرة، ماشي غير جيت وقلتها. بالإضافة للصحاب، ما كنتش كنصاحب مع أي واحد، وأي صاحب عندي ما كتطولش العشرة معه، ما كتفوتش 3 شهور. كنت كنحس ملي غيمشي في حاله وملي غنتفارق أنا وياه. واخا كنا عائلة اللي بصاد، كانت عيني كبيرة بزاف وديما كنبغي داكشي الغالي، وفعلا كنحصل عليه. حوايج الغاليين، الماكنس، برديلات، ما كنعرفش داكشي منين كيجي. الحاجة كتيسر وكتجي حتى لعندي، وسبحان الله ديما مرزاق. اي حانوت دخلت ليه كيعمر بالناس، واي بلاصة حطيت فيها رجلي كيفيض فيها الخير. هادشي ما كنقولش باش نبان ولا منن مني، ولكن راه بصح. الحيوانات كينجذبوا ليا بطريقة غير عادية. تصور اخويا كتكون شي مشى في الزنقة غادا تولد، كتجي حتى لعندي وكتبقى ناعسة حدايا وكتحكي عليا حتى كتولد. نهار موت ديال جدي نعست كنبكي، وكنت مقلق بزاف وقلبي كيضرني. كنشوف مرا دخلات عليا، هادشي ما بين النعاس والفياق، كتبان ليا هكاك ولكن ما شفتش وجهها مزيان. كانت هزة شي حاجة في يديها، ملي قربات بانت ليا زلافة ديال الحليب، شداتها وخواتها عليا. حتى فقت مخلوع، نط وانا وجهي فازق واللحم ديالي برد عليا. صافي ديك الساعة الناس كانوا باقين مجموعين، وانا من عادتي ما كنعاود حتى شي واحد الاحلام ديالي. دازت الجنازة وكملنا في حياتنا عادي. جدي كان عنده غير الوالد، وعمتي اللي هي اختو ساكنة على برا، يعني الدار بقات لينا بوحدنا وحنا اللي كنا ساكنين فيها. حتى عمتي ما كانتش محتاجة، وقالت الوالد غير خليك تماك. ملي كملت 14 عام وقف عليا راجل بالبايان، كنشوفو هكا قدامي ما كنتش كنحلم. قال لي سميتي ميمون، وانا بغيتك تشعل لي شمعة. قال هادشي وغبر. انا بديت كنقرص راسي وكنطرش فوجي وكنقول واش كنحلم ولا شنو. نط باش نغسل وجهي ونتوقد شوية، لقيت الوالدة في الكوزينة، دخلت نسلم عليها حتى كنلقاها جابدة الشمع. قلت لها شنو هو هذا؟ الوالدة قالت لي راه كنت جابدة البلاكار كنخمل ولقيت هاد الشمع هذا. ما عرفتش يمكن قديم من شحال هادي هو عندنا، وما رديتلوش البال. وانا ناخذ وحده بلا ما نحس، والوالده ما سولاتنيش علاش بغيتها. استغربت من هادشي اللي طرا، عرفتش واش خصني نضحك ولا نتخلع، ولكن دازت. وفعلا وصل الليل وشعلت ديك الشمعه، نعست وانا مرتاح. ما عمرني مرتاحيت بحال هكاك. ما تقلبتش على جنبي، في الصباح ما كنلقاش ديك الشمعه، دابت كامله. وكانت عندي واحد الريحه في البيت زوينه بزاف. الوالده ملي دخلت عليا كتقول لي منين جاتك هاد الريحه؟ قلت لها انا ما شميت والو. داز داكشي، العائله كاملين كانوا كيتشكاو الوالده وكيقولوا لها ولدك حدودي بزاف، علاش ما كيجلسش معانا؟ علاش ما كيعمرش مع قرانو؟ زعما الدراري اللي قدي، حيت ولاد خوالي ولاد خالاتي كانوا تقريبا قدي كاملين، وفي ما كيتجمعوا هما ما كنكونش انا معاهم. اللي كيقول عليا معقد، اللي كيقول عليا متوحد. انا ما كنتش مسوق اصلا، وكانت عاجباني نبقى بوحدي. واحد المرة كانت واحد المناسبة، ما عقلتش واش عيد الفطر ولا عيد المولد، المهم كانت العائلة مجموعة عندنا في الدار. منين خوات القضية، الوالدة ما لقاتش الدبليج ديالها، عيات ما تقلب، الدار كاملة قلباتها وما لقاتوش. من موراها بثلاث ايام حلمت بواحد اليد وهي كتهز داك الدبليج، وديك اليد كانت مصبوغة بالحنة ودايرة واحد الخاتم. وانا غير شفتها عرفتها ديال واحد اختنا كتجي عندنا ديما. مع فقت مشيت لعندها وقلت لها راه فلانه هي اللي دات لك الدبليج. هي ما طاقتش وبدات كتقول لي هذيك شحال وهي كتجي لعندي، وعلاش كتحط عليها الباطل الحشومه، غير ديتي الذنوب وصافي. دازت واحد الشهر بحال هكاك، الوالده واحد النهار خارجه باش تقدى، حتى كتلاقى بنت هذيك اختنا دايره في يديها، وعرفاته هو واحد كانت ديجا طابعاه ومهرس ليها ودايره ليه واحد الكويه. ما قالت لها والو وسمحت لها فيه، ورجعت لعندي انا كتسولني كيفاش تعرفت. مبغيتش نقول لها راه حلمت بها، وقلت لها غير شفت حدا بيتك داك النار وصافي، داكشي علاش شكيت. دازو ايام وجاو ايام وحنا على نفس الحال. كنت انا الدري الوحيد في الدار وعندي جوج خواتاتي. داك الجن اللي كان معايا في الصغر واللي شعلت ليه شمعة كنت كنشوفه مره مره، ولكن ما عمره ما طلب مني شي حاجه وحده اخرى. كان ديما كيقول لي انا راضي عليك. واحد النهار عاوتاني كنت ناعس في الليل وانا نحلم براجل وقف عليا، وماشي نفس الراجل اللي كنت كنشوفه في صغري.
قرب لعندي وقال لي هاد السيمانة غادي تدخل للسبيطار وغبر. فقط لقيتها شي 3 ديال الليل، لازو يومين على ديك الحلمة. واحد المرة الدراري في الليسي كانوا مدابزين وبجوج بيهم صحابي، انا دخلت بيناتهم باغي نفك حتى جاتني واحد الحجرة الراس، بلي غير الدم هابط مني حتى طحت ليهم تماك. جابوا الاسعاف وداوني، وحتى ملي كانوا غادين بيا في الاسعاف كنشوف داك الفرملي كيدير ليا الفاصمة وداكشي، وكان واحد الراجل معاه. داك الراجل ما كانش لابس اللبسة ديال الفرملي، كان كيشوف فيا وكيتبسم حالا كان كيطمني بلي كلشي غيدوز بخير. فعلا وصلت للسبيطار غيبت ديك الساعة، ما فقت حتى دازو شي 4 سوايع هكاك. كانت ضربة شوية غارقة وصعيبة، وانا ناعس في السبيطار جات عندي واحد الفرملية كتداويني وهي تقول لي واش في خبارك انت عندك الجن. بقيت غير ساكت وكنشوف فيها، قالت لي عندك فلان وفلان وفلان وحتى واحد المرأة. قلت لها ما في خباريش واصلا باش عرفتي هادشي؟ قالت لي عرفت وصافي ماشي مهم كيفاش. وقالت لي راه خاصك تزور حيت عندك شي حساب مع فلان، يعني شي واحد من الجن، وداكشي اللي خلاك تدخل للسبيطار حيت كنتي موعد بشي حاجه وما درتيهاش. هذه كانت اول مره غنبدا نسمع هاد المصطلحات اللي ما كنت فاهم فيهم والو. قلت لها انا ما وعدت حتى شي واحد بشي حاجه، وزيدون راك غير كتخربقي ما عندي والو. ما كنتش باغي نعمر راسي بهادشي. صافي ملي شافتني قمعتها وما باغيش ندوي، وهي تبدل الموضوع وقالت لي من دابا شويه تقدر تخرج. واحد الايام كان سمع شي واحد كيقرا القران بالجهد وكان صوته غليظ. تنقول لك ديك الساعه راه 3 ولا 4 ديال الليل، كنقول كيفاش الجيران ما تشكاوش، كان كل نهار في نفس الوقت كيبدا يقرا. داك الصوت كان جاي من الحيط اللي حدايا وما كيخلينيش ننعس. واحد النهار قلت والله حتى غنمشي ندوي معاه، دقيت على خونا ويخرج لي واحد خونا مشمكر وعاطيا منو ريحه الشراب، وما بيناش فيه كاع كان كيقرا القران. قال لي راه ماشي انا. صافي رجعت وانا مستغرب، مي سولت الوالده قالت لي انا ما كنسمع والو، وخا هي بيتها كان حدا بيتي ومشاركين نفس الحيط، حتى واحد ما كان كيسمع داك الصوت من غيري. ومني بديت كنشكي بزاف من داك الصوت ما بقيتش كنسمعو. وفي ديك الايام بالضبط انا حلم بواحد الراجل كبير لعب جلابه بيضاء ودير القب فوق راسه، لحيتو طويله بواحد الشكل اللي غريب واصله لي حتى لعند رجليه. شاف فيا وكنحس بيه بحال معصب ويقول لي وقراه انت لم بغيتيش تسمعو، داك المصحف راه عندك تغبر. فقت اخويا ديك الساعه كنت رعد وكنت خايف بزاف، نتصليت 2 ركعات وبديت كنقرا. قريت شي 2 الأحزاب وعاد نعست. دازت ليا كبرت في العمر، ساليت قرايتي وخدمت واحد الخدمه مزيانه، الحمد لله اموري كانت ميسره، وحتى في الخدمه تقبلت واخا كانوا الناس احسن مني. وداغي ترقيت وليت شاف على هذوك لي سنين وهما خدامين، وتماك تعرفت على واحد البنت كانت نيت خدامه معايا. انا كنت باغيها بيني وبين راسي، كانت كتعجبني بزاف، ولكن شي حاجه في الداخل ديالي كانت كتهربني منها. وخا هكاك بديت كنتعرف عليها على اساس شي حاجه رسميه، وهي ما كانش قايله ليا داكشي اللي عندها. ما كنتش عارفها كتذبح وكتمشي الليلات، كانت مهووسه بالزيارات وبالسادات. صافي مشيت دويت مع الوالده والوالد ومشينا باش نخطبوها، والامور تعكسات صراحه في الخطبه. ومن داكشي اللي وقع كان خاصني نفهم بلي ما تصلحش ليا. ديك الليله بالضبط اللي غنمشيو نخطبو حلمت بلي مزوج انا ومراتي وجالسين حدا بعضياتنا، وحتى شي واحد ما حاضر للعرس، كنا غير في الخلا كنسمع الموسيقى والتصفاق ولكن ما كيبان لي حتى شي واحد. ومع غندور وجهي وغنشوف فيها غيتسيف وجهها، ولات كتخلع، كان لسانها خارج ومدلي، ضربتني الفيقه مع الاذان. صافي الغد ليه غادي وخاطري مخسر. وصلنا عندهم للدار ريحنا شويه، كنسمع امها مدابزه معاها وكتقول لها خرجي شوفوك عائله راجلك، وهي كتغوت وكتقول لها ما غاداش نخرج. مشكل انني عاد هضرت معها الصباح وكنا عاديين وكانت فرحانه، بدات كتغوت وصوتها كيعلى وكتقول لها راه قلت لك ما غاداش نخرج. حتى الوالده والوالد وصلاتهم الهضره وسمعوا كلشي. باها بدا كيعتذر لينا وكيقول لينا بلاتي غنمشي نشوف مالها. مشى لعندها لقى جابده وجهها كله وناتفة شعرها، كتقول لهم خرجوا عليا هذاك هو اللي ما نتزوجش به، هذاك راه ميمون، انا ما كنتحاملش مع ميمون. بقيت مصدوم وكنقول هادي شنو كتقول؟ في ديك الفتره اللي كنا كنتعارفوا ما عمرها ما جبدات لي هاد المواضيع، ولا قالت لي عندها مع الجن
وكتفهم في سمياتو. صافي الوالدة قالت لي نوضة ولدي نمشيو نغيروها، نبدلو الساعة بخرى. رجعنا للدار وكنت معصب ديال بصح، وفي الليل عيطات ليا قالت لي عافاك لما سمح ليا راه ماشي لخاطري، وانا كنت باغي نعاود لك هادشي من الاول. قلت لها قولي شنو كاين، قالت لي بلي ما عرفات شنو عندها وشحال وهي كتعاني وكيزيدوها الذباح، وبلي واحد صاحبتها هي اللي خرجت عليها كانت كديها معها الليلات. انا شنو قال لي راسي، قال لي بلي نقدر نتعايش معها واخا هكاك، حيت حتى انا من صغري وانا كنشوفو. دازت شي 15 يوم عاود تقنعت والديا باش نمشيو عاوتاني نخطبوها، وهاد المره على حساب ما قالت لي مشات عند شي فقيه دار لها شي حجاب باش داكشي اللي فيها ما يتدخلش. دابا البلان وما فيها خويا هو ان داكشي اللي فيا ما حاملش داكشي اللي فيها، وحتى هي داكشي اللي فيها باغي يبعد على داكشي اللي فيا. كان صراع ما بين الجن اللي عندي والجن اللي عندها. الوالد عيا معايا وكيقول لي نشوفوا لك شي بنت اخرى. قلت لي لا انا باغيها وموعدها وان شاء الله غنصبر عليها واخا هكاك. الوالد ما لقى ما يدير، خواتاتي حتى هما ما كانوش حاملينها، عائلتي وعائلتها بجوج وما كانوش باغيين هاد الزواج، ولكن انا وياها بغينا بعضياتنا وتحدينا كلشي. انا من شفت القضيه بحال هكاك زربنا على العرس. قلت لها بلا ما نزيدو نعطلو الامور اكثر، تزوجنا مشينا كرينا واحد البرط ما على قد الحال، وتماك غتبدا المعاناه من نوع اخر. الامور في الاول كانت عاديه حتى ضربنا شهرين تقريبا، وبعدا واحد الحاجه غريبه كانت كتوقع فيما كان وين قرب ليها، كطرى شي حاجه باش تلاهيني، يا اما الضو كيتقطع يا اما كنسمعوا شي صوت يا اما الدقان يا اما التليفون كيصوني. واحد الليله خويا وحنا ناعسين وقفات عليا مرا كتخلع، ما تصورش شحال كتخلع ديك المرا، شعرها كله مشعكك وواقف الفوق، ولابسه غير واحد الخنشه مخيطه مركبه واحد المعزه في ظهرها، وهي تقول لي واحد الصوت كيخلع نوض ليا من حدا بنتي. تصور خويا انا بديك النوضه بديك الخلعه مع غنطيح من فوق الفراش. عاد مراتي ناعسه ما بغاتش نفيقها، انا تغسلت وجهي صليت جوج ركعات ورجعت باش ننعس. لاحظت انني من نهار تزوجتها ما بقيتش كنسمع القران، ما بقيتش كنسمع صوت الاذان، ما بقيتش اصلا كنحلم دوك الاحلام الزوينه ديما مخلع. فقت في الصباح وانا نقول عليها، قالت لي هذيك راه عايشه الروباله، ديما كتوقف عليا وكتقول لي راني بنتها، وديما كانت كتجبد لي الصداع مع عائلتي. انا ما كنتش عارف سمياتهم وما كنتش عارف التخربيق كامل وما باغيش نعرف، ولكن مراتي كانت فاهمه اكثر مني وكتبقى تشرح لي علاش وكيفاش. قالت لي دابا انت داكشي اللي فيك هي ما كتحملوش، خاصنا نبداو نمشيو عند الرقاص ونلقاو شي حل. في الاول درت ليها غير الخاطر وليت كنمشي معاها، هذا راقي كنعطيو فلوس ما كيدير لنا والو، الثاني الثالث انا كيقرا عليا عادي جدا ما كنحس بوالو. اما مراتي كانت كتبقى تخلع وكتخبط، كنقول بلي مشكل عندها هي ماشي انا، كل واحد وشنو كان كيعطينا، كان داكشي تخلط علينا وامورنا تخربقات كتر. اتوصل بينا لواحد المرحله لدرجه كل واحد غيولي سدا عليه في بيته، حتى كنبدل البيت ولا نبعد منا عاد كنحس بشويه بالراحه، ولكن هي ديما كتفيق مخلعه. تصور اخويا حتى باش تحمل كانت صعيبه بزاف، طاحوا لها جوج د الكروش، اقل مجهود كديرو كيخلي الولد يطيح. قلت ليها تجلس من الخدمه، هذه المره الثالثه اللي غتحمل فيها، وجات الوالده ديالها كانت جالسه معها وكتعاونها، وحتى هي الله يسمح لها كانت كتزيد فيه، كتعمر لها راسها وكتقول لها راه هو اللي منو المشكل. جابت لها واحد المره شوافه حتى للدار وقالت لها انا غنهز لك الخط ونعرف شنو عندك. كانت عطاتها شي حاجه وقالت لها وكليها له باش ما يشوفش فيه وحده من غيرك. ديك الليله ملي جيت نتعشى كانت دايره عليا في واحد زلافه البلبوله، يلاه جيت غنشربها طاحت ليا من يدي لدرجه هي وما تصدمه. ملي مشات ما بقات كتبكي وعاودات ليا كلشي، وقلت لها حرام عليك واش انا مقاتل على ودك وانت هي غاده ليا عند الشوافات. قالت لي راه ماشي هادشي اللي خلاني نعترف، اللي خلاني نعترف هو ملي بغيتي تشرب ديك البلبوله بان ليا واحد الولد صغير ضربها لك من يديك حتى طاحت. كنت عارف بلي داكشي بصح وهي ما كتكذبش. داز ديك 9 شهور ومراتي ولدات، واخا كنا مقاتلين صراحة وكنا بزز باش صابرين على بعضياتنا، شحال مره وصلت بينا المدابزه لشي حوايج خايبين بزاف، ولكن عمرنا ما فكرنا نتفارقوا. واحد الليله انا ناعس حداها وهي خدات الوليد باش تردعو، وهي بقوه الارهاق والعياء صافي داتها عينيها وحطات الولد، ولفنا عليه كيفيق جوج المرات في الليل باش يرضع. هي يلا رضعته المره الاولى وحطاته باش ينعس،
شوية ما بين النعاس والفياق قالت لك تشوف واحد المرأة جالسة وكترضع الولد وهي ما قدرت لا تغوت لا تتحرك. صافي شافتها وضغط داتها عينيها ونعسات. وفعلا الولد ما رجعش بكى ديك الليلة وحنا جاتنا غريبة. غد ليه في الصباح ما بغاش ياكل، صباح شبعان، وهي تعاود لي هاد القضية وقالت لي راني شفت شي وحدة كترضع. انا بغي يخرج لي العقل من سمعت هادشي. باش توصل لدرجة حتى لولدي ما قدرتش نصبر. عاوتاني بدينا كنلتاش الروقات، بداو كيسبوا لي كيديروا لي حجابات. تصور اخويا ولد باقي صغير تربية وكيتقيا داكشي كحل. واحد المنظر اللي حنا الوالدين بالنسبة لينا جانا صعيب بزاف. وليت كنبكي عليه، كنقول غادي نخسرو، وكنتخيل بلي غيموت حيت مبقاش كياكل. داك الدري ما غيكبرش طبيعي، ما كانش كينطق. الهضرة عندو تقيلة بزاف. دينا عند الطبيب قالنا بلي عندو تأخر في النطق. واحد المرة غنحلم بيه عندو واحد البيضة كحلة في عنقو في الجهة ديال الحلق بحال صارتها. من بعد واحد الراقي غيقول لينا بلي ولدنا زهري من لسانو، داكشي علاش مبغاوش ينطق. انا بديت كنرجع اللومة لمراتي وكنقول ليها انتي اللي كنتي كتقيلي الدوري عند الشوافات، انتي وديك امك. وهي كتقول لي لا انت السبب، انت اللي كابر معاك داكشي من صغرك. المهم ترونا هاد القضية عاوتاني بيناتنا حتى وصلنا للطلاق. لكن في الاخر شفنا من حال داك الولد وعاوتاني رجعنا. وليت غير انا كنرقيه وصافي، حيت خسرنا فلوس بزاف وانا مبقيت كنثق في حتى شي واحد. مراتي كانت وباقة فيما كتزير اولا كتمرض كتقولي انا واقفة عليا زيارة وما يمكنش ليا نبقى في الدار ولا تحبسني، خاصني ضروري نمشي نزور لبغيت الحال يفوتني. ونهار اخويا ما كنخليهاش كتبغي تريب عليا الدار، كتبدا تغوت وتزدح وكتولي تهضر بصوت ماشي صوتها. وعداك الشي اللي كان فيها كيجي عندي وكيبقى يهددني وكيقولي خليها تمشي. شفت حتى عييت وكنخليها على راحتها. كتمشي دير زيارة ديالها كدوز يومين وكتجي. امها بطبيعة الحال كتمشي معاها. حاولت نتعايش مع هذا الوضع غير على قبل ولدي وصافي. في الوقيتة اللي ما كتكونش هي في الدار ولا كتخويها كنبدا نسمع داك الصوت القرآن كيتقرا، كنرجع نشوف الجن وكنحلم بيهم. دازت مدة، الخدمة ديالي ترقيت فيها وبغاو يصيفطوني الفرع ديالهم في واحد الدولة أجنبية. بغيت ندي معايا زعما مراتي وولدي، وهي بقات كتقولي لا وراك عارفني انا ما نقدرش وخاصني نبقى هنايا حيت الحال كيتزير عليا وكل مرة خصني نمشي نزور. بززت عليها وقلت لها ما تعرفي هادي تكون الفرصة ديالك باش تعالجي في مرة. لكن واخا هكاك اخويا كنا فيما كنجيو في العوطال كتمشي تدوز الزيارات ديالها. اللي بدلنا الدار شوية الحال ترخف علينا، ولكن ولدي بقى كيف ما هو. الكلمات كيخرجوا لي بصعوبة وكتحس بيه بحال شي راجل كبير ماشي ولد صغير، حتى الا هضر يقدر يسكتك. الحمد لله على كل حال انا باقي صابر وما عرفت شنو جاي من هنا للقدام، ولكن نتمنى ويكون خير. واحد النهار غيفرجها الله من عنده. هادي قصتي اخويا وسمح لي اللي طولت عليك. كنشكروا الاخ اللي بارطاجا معنا قصته وكندعيو معاه بالشفاء ليه ولمراته وحتى لولده. كيف العاده كنقول لكم اللي عنده شي قصه بحال هذه يقدر يخليها لي في انستغرام. كنشكركم على حسن الاستماع. نتلاقاو كيف العاده في القصه الجايه، ومن هنا لتما كنقول لكم تهلاو في راسكم والسلام عليكم.